أول شيء احترم هذا البلد الجزائر، نحترمه كأخوتنا، نحترمه كعشرة، وحتى هم سيحترموك ونحبهم، بنحب الجزائر. مش كم تعرمي الورود أنا في الجزائر نشكر الجزائر، أنا حتى في تونس نشكر الجزائر، معروف علي. نحترمك أنت شخصيا، ربي يخليك، نحترمك لأنك حاورت عمالقة وأنا شرفني كونك وأنت منهم عمالقة. لا لا والله مزلت في بداية الطريق. ثاني شيء نحترمك كثيرا لأشياء اللي يعرفوها المواطنين نعرفها كان أنا وهو ما يعرفينيش، اللي أنا نعرفها العمالك الإنسانية اللي تقوم بها في الجزائر. ربي يبارك فيك يعيشك، ربي يخليك. بعد نكمل وخلصني ها أنا. يشرفني هذا الكلام اللي تقوله علي، من المفروض أنا اللي نقول فيك ترحيب، نقول فيك لا مقدمة، ترحيب ما غير ولكن يعجز ما تقولوش على الناس. يلا أكيد إيه. أكيد قالوا لي أنك أنت حافظ أرقام الولايات إيه. لو نقول لك ما مثلا نعطي لك رقم بيتنا. ولاية لا نعطي لك رقم ولاية وأنت تقول لي وش تكون 45 نعامة أيوة سانك بيتنا فانتروا عنابة، أنت من عنابة صح. 21 سكيكدا دوز تبسا 41 سوغاراس 31 وهران وتشوف 39 ورقلة 47 غردية رحت لها جميلة 17 الجلفة 15 تيزي وزي و 16 الجزائر العاصمة الكات أم البواقي 24 قلمة أدرار خلد بوزيد جزائري أو تونسي. نعشق الجزائر، ما كانش فرق بين تونس والجزائر، نفس العادات نفس التقاليد نفس التاريخ، حتى كي تشوف برنامج بتاع تراث في التلفزة الجزائرية تجاوب بنفسه في تونس صح. هي بنفسها نفس الجغرافيا أكيد. هي شكل مصغر تونس لا والله حتى في الصحراء النمط الصحراوي اللي عندنا هو بنفسه، هي صورة مصغرة للجزائر. تونس الجزائر بلاد كبيرة زايدة في المساحة بلاد فيها تنوع حضاري أكيد. وهذا مهم جدا على الشعب الجزائري يعرف أن التنوع الحضاري الموجود في الجزائر هو نعمة كبيرة جدا، هو ثروة هو ثروة سورس دانسبيغاسيون ثقافية. شخصيتك اللي هي في نسبتي العزيزة يمكن هي اللي خلتهم يحبوك أكثر، لأنك رسمت الضحكة والابتسامة في كل منزل، دقيت على الأبواب ودخلت الأبواب من غير سابق إنذار، يمكن هذا سبب المحبة. هو سبب، لكن بعض الأشخاص يحبوني من الانترفيو، بعض الأشخاص يحبوني من مقاطع لأن في السيت العزيز عندنا مارج متاع ارتجال ثم دي سيتياسيون لازم تحيي فيها الجزائريين. كان عندي سيكونس جكروا أنا ورزيقة فرحان فنبيع في المشموم وقول لها ادي المشمومة بلاش، وكان عندي بلاتو فيه المشموم ومزينه بظلفة نقول لها خذي ادي المشموم بلاش، رانا نحن كما تقول هذه الجزائر هذه تونس بيتات تاع الظلفة زرعها الاستعمار يعطي شوكة. كان انتم طيبتوا شخشوخة ناكلوا طيبنا كسكس عندك. لا تم دي ميساج لازم الفنان يعدي لميساج البهين، لأنه الفنان نحكي على الفنان مش ليستار، خاطر نجم حاجة والفنان حاجة. وش الفرق؟ الشهرة سهلة توتو، نجم أنا نخلع دبشي في الشارع تنولي ستار مشهور معروف، أما الفنان عنده نظرة ثاقبة للتاريخ ميكروسكوبية للواقع استشرافية شاملة على الفنان، عنده وعي تيولوجي ديني وعي حضاري وعي فلسفي وعي ثقافي وعي سياسي وعي سوسيولوجي بسيكولوجي، ويقدم مادة من السهل الممتنع وبحيادية. مثلا سياسي يتحرك في ديولوجيا، أما الفنان يحكي باسم الإنسانية، هذا الفنان. فمن السهل تكون نجم من الصعب تكون فنان، من السهل تكون فنان أما صعب تكون فنان مثقف، من السهل تكون فنان مثقف أما صعب تكون مثقف عضوي. أنا باش نفهم هذه المقولة اللي قلتها لي الآن ونقدر نوصل معها لقائي معاك إيه؟ لازم ندورها في راسي، باش ندورها في راسي نخليكم مع مشهد من أحد أعمال خالد بوزيد ونرجع لكم. هلا عينك يا سيفي الأزرق. هلا عينك يا سيفي. شكون راك تدق وين مفتاحك؟ هلا غالب غدا. اش غدا؟ شفت نجمة في الوقيدة طاح لي المفتاح في القمة بتاع الزقوية.
دخلت يدي بربش ما قدتش المد. يعطيك الصحة ما قصرتش. خش سكر الباب. باب ذا هل باب عليوة؟ باب عليوة بتاع الوجات. ايش تبقى؟ لا ايش يبعد؟ فهم عشاء؟ عشاء؟ لا هي نماط لا هنا مقبول في طاشة في القهوة. هو دي يسكت برك مني زعمة قير قاعدة المخ وضفيت لك مخ في كيس. الفهم 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 تقاعد الفهم كيت الفهم تقاعد واش بني نعيط نعيط على زهري الرابد الفهم شوف يا سيدي جا ربي واللي تليم القماقم انا مشني داري قبل كنا نحكيه على النشيد الوطني و ودخلنا في موضوع ولاية سوق هراسي نوجه لها تحية هي طبعا لكل أهلها اللي حبوك أكيد حب ما عندوش حدود. أنا جاب ولدة وردة الجزائرية الله يرحمها يوسع لها. طيب أنا لما سمينا النشيد الوطني سميت لي سوق هراس منطقة اسمها خميسة فيها مسرح كمل لي نقطة هذه فيها مسرح روماني فكان في تكريمنا مشكورة حسن الحسني مجموعة فرقة غالي استدعونا فبقيت في اللوج مسرح روماني أثروا فيه اللوج فالأثار مميزة في الجزائر تعجبني بقيت في اللوج أنا ولطيفة الكفسي كانوا معانا حوالي 8 أطفال 4 بنات و4 أولاد في العمر 6 سنوات 5 سنوات ملبسينهم فراشات حلوة مش يطلعوا معانا على الركعة ما كان معنا حتى جزائري كهل كلهم أطفال صغار فكانوا قاعدين هيك على الحجر فلما ضرب النشيد الوطني وقفوا هذاك زعزع لي قلبي هما في عمرهم 6 سنين 5 سنين يسمعوا النشيد الوطني ما حدهم حتى أستاذ ولا مربي معاهم معاهم زوج تواز يعني ما قالهمش واحد وقفوا وقفوا فلا خوف على الجزائر معنا خالد بوزيد حسيت وانت تحكي معايا في موضوع سابق حكيناه معشش جواتك حزن طبعا عشت الحزن في حياتك طبعا هو يقول لك قشر ابتسامتي تجد دمعتها عشت كيفاش نقولها لك عشت الحرمان طبعا حرمان من ماذا كل شيء انا عشت شوف نظرتي الحياة ولا لذة الحياة ليست مادية قراءتي خلتني أفهم الحياة هذه مأساة ونعي أنها مأساة نهايتها الموت لكن اش نجم نعاون تخاف الموت؟ لا علاش؟ الموت مرحبا بيه مش نعمر بزاف حتى من غدو تخاف السن؟ لا تخاف الدنيا؟ لا الدنيا جميلة لو أعطاتك صورة فيها خالد بوزيد وقتلك وقع لي وش توقع للدنيا؟ للدنيا؟ آه نعرفها هي غدارة أنا عايشين معاها غدراتك؟ طبعا أخذت أعز الناس عندي أعز الناس اللي آخرها سنة أمي معناها ماتت في حضني أخذت لي بابك اللي وعدني باش يحضر مشروع التخرج توفى قبل المشروع التخرج بأسبوع حطيت الكرسي في الجمهور مسرحية والمسرحية كوميدية فتتعامل حرمتك من حنان الأب والأم طبعا ظلماتك الدنيا طبعا تظلم لكن سيزيف صراع سيزيف مع الحياة مسألة وجودية أعمل الباهي وعيش مرتاح مرات تضحك وانت جواتك كاين حزن طبعا أنا بعد دفن بابا عرضت مسرحية للاندما بعد يعني بابا تفنته اليوم الله يرحمه من غدوة وانا جاني برودكتور بتاع المسرحية مسرحية كوميدية اسمها شياطين ماريونيت بور ادولت فتفنت بابا نسخيل وجاني عزيني
بالصدمة متاع بابا جاي عزيني في بابا. قال لي ما علبليش بوك ما تجي تنديك باش عندنا عرض. فرحت لأمي قلت لها راهو عندي عرض وجاني وجدوا عني ليلة سبيكتاكل. قلت لي أمي يا أخي مش يعرضوا معك مش يأكلوا خبز يخلص؟ قلت ليه؟ قلت باك راضي عليك روح عرض على روحك. فعرضت أنا من غدوة المسرحية الكوميدية مشهد قصير جدا حبست فيه من جمش ننطق على خاطر المسرحية تحكي على شخصيات في القبور يعني مقبرة فيها روميو جولييت ميتين فيها وفيها شيخ كبير وفيها من المقبرة ذي ثم زوز يحبوا يحرقوا المقبرة فيها صليب فيها سيني دي بليس وخضراء يعني يحرقوا والشيخ الكبير بتاع المقبرة ثم زوز ميتين فلسطين. فعندي دي تكست في المسرحية نقولها هما زوز صغار توامة مدفونين بيبي في فلسطين يقولوا هيدا بابا الفوق جاي يبكي فوق منا يقولوا أنا بابا توحشت ماذا بينا يجي عنا. أنت ما قدرتش تقول هذا المقطع لأنه مقلوبة. فمت هما زوز موتى يحكي على أبوهم جاي يحكي معهم فوق القبر فمني يقولوا هذا بابا جاء توحش نحب نشوف ماذا بيجينا. قولوا لا ما تقولش ماذا بيجينا راه يموت معناها راه يموت بابا ما نحبوش يموت. فالديسكسيون هذيك وانا مزيت كنت فند بابا كانت اوريبل. فكنت نتصارع مع روحي اني نرسم الابتسامه وانا نشعر بالم. فالممثل هو من يعفس على الجمر ويبتسم. دمعتك سهله سايبرت وما بكيتش على امي. يعني انت ما بكيتش على الام ديالك؟ انا حرق يعني كاين بكاء داخلي في القلب دائما ولكن يقول لك دائما لازم الواحد لما يبكي يرتاح مرتاح. انت لحد الان ماكش مرتاح رغم هذه المحبه الناس ليك والحمد لله والشعب نفرح اللي راك عايشها. نفرح كي نزور الصغيرات اللي يعملوا الشميو. خالد بوزيد سامحني قصيت لك كلامك لانه من طبع الفنان ما نحبوش يهرب لي من السؤال. انت هربت لي من السؤال اي بس انا نجاوب فيك ولكن جاوبني على الجواب اللي انا السؤال اللي انا طرحته لك بعد روح لي للموضوع هذاك جاوبني عليه. الدمعه ديالك لما انت نعرف الانسان لما ما يبكيش لما كي يبكي يفرغ دموعه يدير انت يا كيفاش تفرغ اللي في القلب ديالك كيفاش تفرغه؟ بالعياط؟ بالضحك؟ لا هذاك السيلونس بالسكات؟ السكات يقول لك الصمت يقتل يقتل. نشتغل على الصمت. انا داز دكتوراه بتاعي الكوميديا في السينما الصامتة بين اللعب الكوميدي والاداء الايمائي. هي محفز الالم هي محفز. انت تشوف الكورونا وش خلقت ضحك قاعك تشوف انت في فتره من فترات في الحروب تلقى الضحكه لينا وسيله للدفاع للحياه. فانا ما يخليني اتحمل الحياه هي كوني اي واحد قليل نقف معه. وهذا مش باب التبجح لا لان ذاك انسان ممكن يكون افضل مني وانا كنت في درجه اقل منه وخاصه المريض. يعني عشت مرض في اخواتي عشت مرضي انا ومنعت ولكن ممور. انت عشت اكيد انا حروحك النقطة هذه بالذات انت عشت المرض رغم انه حاولت تخبي خبر مرضك وخبر اجراءك عملية يمكن صح هذا الموضوع صح. طيب احكينا على الفترة هذيك اللي انت عشتها في المرض. كنت نضحك فلما رحت داخل العملية سألني الطبيب بعد العملية قال لي كنت تبتسم. قلت له يا دكتور راني نشوف يروح فوق السحاب طاير بيا وضوء أبيض. قال لي هذاك الضوء بتاع الكلوار وانت هزينك كنت تبتسم وانت مش في وعيك. هي بس شكون تخمم في الدقيقة هذيك بعد ما لا كانت كيما الحلمة كيما الحلمة كانت استراحة كلية. أعطوك بنج كنت في غيبوبة غيبوبة تامة ومنفوخ بدني لكن كي 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 داخل حسيت براحة رهيبة عملت لي حسيت بسعادة كبيرة جدا. فكرت في اللحظة ذيك في الموت؟ لا ما كنت في غيبوبة أما كل حلمة حسيت روحي أكثر مرة مرتاح حسيت روحي قد كل لذة الموت.
حسيت روحي على السحاب هكا ولا ريش نعام ولا حاجة بيضة وطايرة بيا وبدني من هنا حتى لصبعي الكبير مرتاح. فالسنساسيون هذيك أكبر سعادة عشتها في حياتي. أنا مش موت اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة سي كيف كيف، المهم تخلي الانطباع الباهي، المهم تظلمش شخص، المهم تخليش نقطة سوداء في قلب شخص. وهم ظلموك الأشخاص حتى يظلمني نعذره. وعلاش تعذره؟ بيبي سامح كريم؟ لا طبق لا المقولة تاع بيبي سامح كريم. أي إنسان مش تضرب وفكر في أمه وراهك قدامك. هو ما فكرش فيك عادي جلكي. ما تعملش العين بالعين والسن بالسن ولا تظلم. كل هذا كاركتير. مثلا انا واحد مجرم نعرف اللي هو مجرم نتعامل معه، بس حط في مخي اللي هو مجرم يعني نعرف كيفاش نتعامل معه. كل هذا طباع ما يتغيرش. خلي بوزيد ياخذ روحه مع المرايه وش يقول؟ يقول الحمد لله سعيد على روحي راضي على روحي كانسان. فنيا مازلت ناقص اتعلم. طيب فنيا اكثر من سنه عطاء مشوار يا ما شاء الله. انا اول شهاده عندي في المسرح سنه 1992 كنت في الأقرب في الابتدائي، طلعت في مهرجان فكاهي العرب ومثلت دور صغير من 92 وأنا متعلق بالركح. قريت شوية موسيقى مقامات وكذا، فادتني الموسيقى في الإيقاع، مغروم بالنحت. يعني تغني من ذاك؟ مش نغني، قرينا مقامات نعورة الطبوع، فريد العصر، شوشان، معنى كما تكون مثلا تاخذ حاجة في سيكا، في الاسبعين، في النهاوند، في كذا، كنا ندربه في الكونسرفاتوار. وانت تحكي معي الآن أغنية جت في راسك الدندنة؟ يا مقنين الزين يا كحيل العينين. هذه أغنية جزائرية؟ طبعا حلها. أنت قلت الأغنية جزائرية على أساس أنك مع الإعلام الجزائري أو معي كجزائري أو لأنك أنت في الجزائر؟ لا نسمعها نسمع المقنين الزين، نسمع على البشاري. ايوه على البشاري، على البشاري بالعود رهيب. لكن نبدا نقرا وجهه تحيه لاهل البشار. رهيب اهل البشار، الجنوب رهيب جدا، الجنوب رهيب بالمعنى الايجابي راهو. فعندهم العود، وثم واحد توفى باكسيدون كان يعزف العود ويرقد هكا على ظهره ويعزف العود. الله يرحمه. نسمعوا نسمع الموسيقى تاع الجنوب، نسمع الموسيقى القبيليه، نسمع كلش حسني. اي الله يرحمه الله يرحمه حسني، هذاك ما يفارقنيش في السياره. راني مره هنا ومره لي. حسب علمي انه خالد بوزيد نسمع كل موسيقات خاصه الاوريجينال الغجري، حاجه اوريجينال. رغم انهم قالوا لي انك متيم بغناء سماع ورده الجزائريه. وردة قالوا لي أنا وأنا جاي حط بودعك دايما بودعك. خلوك مع مقطع مع وردة بودعك، أنت تطلبها أكيد صح؟ خالد بوزيد عرفوك الناس أكثر من خلال أعمال وأكثر من خلال سلسلة نسيبتي العزيزة. وش تمثل لك نسيبتي العزيزة؟ مرحلة في حياتي، شخصية قدمتها، ذكرني بأشياء حلوة وأشياء تعيسة جدا جدا جدا. فقدان سفيان الشعري، فقدان الله يرحمه المخرج الكبير صلاح الدين السيد، ألم كبير كي ذكرها. ثم أني نتذكر هيك شوي شوي على الفيسبوك نشوف بعض اللقطات لكن لم أشاهد المسلسل. قالوا لي أنك أنت ما شفتش ولا مرة شفت حلقة من حلقات مسلسل نسيبتي العزيزة. شفت بعض اللقطات عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي هم حاطينهم. ساعات تعرضني واحدة نشوف هيك نذكر شوية أما نعيش في حلقة مثلا. الصوت يتغير طبعا وانت تمثل في شخصية الفاهم. اي طيب تقنية من تقنيات أداء الممثل. طيب. والصوت يتبع البعد الفيزيولوجي للشخصية، والصوت فيه ثمانية عيوب. عيوب الصوت الثمانية يمكن تربط زوز مع بعض يصير 24 صوت لدى الممثل. والأصوات هذه يسمها عيوب صوت. يمكن استعمالها في الديسانيمي في الصور المتحركة ويمكن استعمالها في العرائس ويمكن استغلالها في شخصية مركبة، منها الصوت النحاسي نشتغل به الفهم. هذا كأس نحاسي أقرأ في صوت أجش هيا بسرعة لا أستطيع ذلك، وثم الصوت الغري إنه ليس من قبيل، ثم الصوت الأخنف هيا بسرعة أرجوك أنا لا أستطيع، ثم الصوت المكتوم هيا أرجوكم بسرعة
لما صوت مدافع والصوت رأيك في المؤثرين لبعض المؤثرين اللي هم دخلوا على الساحة الفنية وأصبحوا فنانين اللي هم أنا نشوفهم أنت الله يبارك لك درس في أكاديميات مسرح سينما ولكن هذم خرجوا مباشرة من معهد التيك توك أو معهد المواقع التواصل الاجتماعي ودخلوا على الدراما ودخلوا على السينما ودخلوا على وسط الفني ككل حتى الغناء رأيك فيهم أنت؟ تفتح لي قوس تفضل. أول شيء مرحبا بهم في الفن مهم أوكي. جدا على أن يشتغلوا شيء فني وليس البحث عن نجومية. هل هم نجوم أم فنانين؟ أنا أرتيست في بلدان متقدمة في أوروبا ولا ما هي سهلة تقولش اللي يجي فنان. في أوروبا فيها المؤثرين اللي يدخلوا المجال الفن؟ طبعا لكن في أعمال إحنا لما تصير تخمة فنية وصار لنا في تونس نسبة كبيرة من المخرجين ربي يهديهم مخرج تعجبه واحد يجيبها يربط معها علاقة مقابل دور. هذه ليست فقط في تونس هذه في أغلب الدول حتى في الجزائر طبعا. فأنت المخرج أو الإنتاج الفني من حيث ليس الإنتاج المادي الإنتاج المعطى الفني الهدف منه هو التوش اللي بيدو مس الرغبات الجنسية والعدوانية لدى المتفرج. يا سلام. فمس الرغبات الجنسية والعدوانية ما معنى؟ يعني هجيب لك انت مجرم ويظهروا مزيان بوغا ستتأثر به الفتيات ولا يجيب لك واحدة مزيان ويلبسها مخلع يسيل لعاب المتفرج لكن دون ثقافة أو دراما أو رسالة أو مساج. هدول مرحبا بهم كممثلين لكن عليهم يعملوا فورماسيون على الكلمة هذه نشرب عليها شوية عصير كلام شباب بزاف. ايه نحن المخرجين زاد حتى في الأكاديمي بتاع السينما يدرسون تقنية السينما تقنيات السينما تقنيات تصوير تقنيات مونتاج يقرأ الافتر افكت الكادراج موفمون دو كاميرا فنطيحوا في دراما الصورة لأن مغيبين شيئين هامين إدارة الممثل والدراماتورجيا كتابة السيناريو ماذا تريد أن تقول وبماذا تريد أن تقول فيغيب عليهم ويحب المخرج يستعرض على ويعمل ديركسيون للممثل ويطيح في الليميتاسيون عمل لي كما الممثل الفلاني شوف الباتشينو روبرت دينيرو جون رينو أنطوني كوينو يعطيها أسامي هاك نحبها كي من هاك هذا تافه المخرج ثم لار دو كوميديا سي ليميتاسيون سي لانسبيراسيون ثم ان العلاقة الممثل بالمخرج علاقة سيكولوجية هي اللي يعدل لورلوج انتيريور دو كوميديا ويقربوا للشخصية ثم ان الممثل ليست معروسة بيد المخرج الممثل عنده تيريتوار متاعه كما المغازة الممثل بدك عصير يديك عصير بدك بندورة طماطم يعطيك طماطم بدك ملح يعطيك هو تاجر هو عنده هذا ويقدم للمخرج ويختار الممثل هو الذي يتنازل عن الجانب الإخراج فيه ليحقق حلم مفلوم لدى مخرج الممثل هو الذي يستفعل فيه فنيا من قبل مخرج وكاتب ويحبل بالشخصية ويلد الشخصية ثم يرجع عذراء ما عندوش حجرات المخلة اللي يخدم بهم مهنة التمثيل صعبة لأنه لارد كوميديان سي با لار كومون ديغ ان تيكست سي لار كومون اتر لوتر كيف أكون الآخر وكيف أكون الآخر مش سهلة انت تشوف انطوني كوين بالتكساس وعايش في التكساس واصله مكسيكي ويشرب في الكونياك ويعمل في البانتير ويعمل في التياتر ويعمل كذا بعد يجي شخصية من صحراء ليبيا عمر المختار يقدمها فهو عمل عملية تحول من البرسوناج من البرسون للبرسوناج من الكوميديان للبرسوناج عمل باركور كامل تعلم الجوستس منظومة الحركات الاجتماعية باش تحس وليد الصحراء باش حتى الوضوء خذا وقت باش تعلمه لانه ثم سينكرونيزاسيون بين الرجار والحركه حتى يعطيك وقور ما عندناش ممثل يعمل التراجيه هذه ما بين هو كشخص نحو الشخصيه ما عندناش ممثل يلعب شخصيه كومبوزي ويلعبها سبونتاني فهذا مجال التمثيل مجال صعب جدا لكن يجيب لك هو المتفاهة لدى المخرجين حاجته مجرم يجيب مجرم الشارع حشتب واحدة حشاك عاهرة جبعة فهذا خطير جدا
خطير جدا لانه يخلق لنا يشوه الذوق العام. احنا في تونس تعديت مرحله كلهم مجرمين الابطال، ابطال مسلسلات مجرمين، واصبح المتفرج يتماهى مع البطل، اصبح الصغار متاعنا مجرمين. علاش ما يرجعش للتاريخ ويخدم مناضلين كما عندكم بن مهيدي وعندكم اسمه العديد من المناضلين الجزائريين وتخدم شخصية من التاريخ، ولا يرجع لك شخصية مجرم، هو يجيب المجرمين وظهرهم أحلاهم ويفسر الإجرام، هو يصور المجرم ولم يصور الضحية، قال شنو هو عندنا في المجتمع. والأخطر من ذلك أنه المنشطين دخلوا في الدراما. احنا عندنا مناشطين يجي يقول لك خدمني الفنان الممثل هذاك، الطفله هذيك الكرونيكاز هذيك. احنا عندنا ممثلين يحكوا على الفيسبوك يكلموا في البنات يقول لهم تو نصنع منكم ممثلين. هذا خطا كبير، هذا اجرام. وليش كل واحد يمتحن صفه حاكم بوليس نعاقبوه، ولا كي واحد يمتحن صفه طبيب ويعمل عمليه نعاقبوه، ولا حتى التمثيل ترو ديليكا، حتى الرسالة في الدراما ترو ديليكا، لأن تأثر في الشباب متاعنا والأطفال متاعنا. هك علاش ندعو كون الأعمال تكون هادفة، لكون نرتقي بالذوق العام وكون نطرح قضايا. ثم استسهال، ثم في التراجيديا اللي تقدم في التلفزة استسهال، تحب نعمل الدراما شوية بكاء لاخر الممثل مات، الشخصية ذيك ماتت، سهلة. أما الصعب نعمل دراما في قضايا وطنية. كلام معك شيق، شكرا. حديث معك شيق، انا لو نكمل معك ثلاثه شوي لقائي معك، نقول لك نشكرك على هذا اللقاء ولانك اعطيتني من وقتك. طارق انا ما اعطيتكش من وقتي، انت صديقي، ربي يخليك، نحبك، ربي يخليك، يحبك الخير يا رب، اعمالك يخليك يا رب. عندك باك جراوند، c'est très important d'avoir des animateurs, des journalistes عندهم background يحترموا مهنتهم. شكرا انك جيت للفستيفال، شكرا انك قدمت الاضافه، لان احنا في حاجه للاعلام كفنانين، يعني هم يقدموا، هم ينشروا بصدق. يخليك يا رب، يخليك، يديلك طول العمر والصحه والعافيه ويزيدك محبه الناس. شكرا. اقول لك اذا الله حب عبده حبوه الناس. الحمد لله. والحمد لله. هذا مكسب الحياة. عندك مكسب كبير هو حب الناس ليك. الله يبارك، وهذا ما شفناه وما التمسناه من خلال عدة زيارات معك سواء كانت في الجزائر أو خارج الجزائر. نتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. كلمة أخيرة لجمهورك اللي راه يتبع فيك الآن. حب نقول نحب الجزائر بالقلب بصدق، نحب ناسها طيبين، نحبها ولاية ولاية. نقول للشباب تسيري هذه بلادك أمك وانت اللي تصنعها، والجزائر حديقة بمئة وردة وردة، والجزائر توتال موزايك، من كل ولاية تلقى فيها عادات جميلة عندهم جو خاص بيهم، لأن الجزائر قارة، كل منطقة وعندها خصوصيات جميلة جدا، من الصحراء من الأمازيغ للبربر للشاوي لبني مزاب، درتهم كلهم، كلهم يعشقوا، كلهم يساهموا في بناء صورة جميلة على الجزائر. الله يحميها. الجزيرة بلاد عظيمة نحترمها، قاري تاريخها، بلاد جابت الرجال. الله يخليك. وهذا من القلب صادق، وهذا اللي شفته بعيني في الجزائر، الإنسان البسيط العادي اللي يفرح بيك ويعطيك عينيه. والجزائر بلاد قوي، ناسهم صعاب أما رجال بالمنطقة الدارجة نقول الرجلة، فتربتني علاقة كبيرة برشا أحبابي من كل ولايات الجزائر، نحبهم ونقدرهم ولا أفرق بينهم. الله يخليك وبارك الله فيك، هذا كلام كبير، هذا كلام صادق من القلب. شكرا، ربي يخليك. عاشت الجزائر وعاشت الجزائر وعاشت الجزائر. يا رب يدوم السلام ويدوم الوئام
ويدوم الأمن على الجزائر وعلى كل البلدان على كل العالم. يا رب نعيش كل في سلام، لأنه صح. ما كانش أكثر من السلام وأحسن من السلام والوئام. يا رب يدوم الأمان والاستقرار في كل العالم. يا رب يا رب يا رب. لقيس تونسي قيس الجزائر، ولقيس الجزائر قيس تونسي، حتى لقيس ليبي وقيس مغربي. طبعاً طبعاً. إحنا كل بلاد واحدة. إحنا كل بلاد واحدة، لأنه ما كانش كل أمان. نرجع نقول ما كانش كل أمان. الله يدوم الأمان والاستقرار في كل العالم. كنت معي مع نجمكم ومحبوبكم خالد بوزيد، لنا لقاء آخر معي أكيد طارق معوش، مع تحياتي، سلام.